لو كانت فوقهم من خيرة الناس شهادة مقبول جيد ولا باس شهادة مقبول جيد ولا باس تحطيم الطالب وشيد وفراس والكل يعتمس كدية وساطات والجامعه متمسك بالبدايات شروطها مثل الجزاء والغرامات والباب الموصد من جميع الوزارات من فاتح التسجيل في العام الاول يشي براس ما يحصل وظيفه لك الدعاء بالخير منه وجوبه يا القايد اللي كل الانظار صوبه جميع قعدات الدنيا تدوبه حنا جنوب المملكه موطن الخير منا رجال العلم منا المشاهير والجيش منا قادته والضبابير والأمن منا والحرس والهوامير نجدد البيعة على مر الأزمان والتهنئة منا إلى أحمد وسلمان والثرى علينا فقد نايف وسلطان مع سلطان سود بفرح وأحزان ديارنا دار الكرم والمصايف لكن يبغى متعب لهدمه حسايف اولاد العاد لبيع الوظايف والثانويه حلها حل زايف يقيد الطالب بتحصيل وقياس لو كان متفوق ومن خيرة الناس شهادة مقبول جيد ولا باس تحطيم للطالب وشهد والخراس والثانوي والجامع والكلية العسكرية وساطات والجامعة متمسكة بالبدايات شروطها مثل الجزاء والغرامات والباب الموصد من جميع الوزارات من فاته التسجيل في العام الاول يشيل براسه ما يحصل وظيفه باقي لنا هضوات والوقت دوبه
والله يجمل حال الأنوار والأخير أهل العمايل والسيوف والمشاهد ومن زرع يحصد والهلال ثوابين ولا بيمشي قاضي يلقي هوامين ولا بيمشي قاضي يلقي هوامين على العوايد نلزم العهد لزمان على العوايد نلزم العهد لزمان يا رئيس امريكا ويا رئيس المال الشرع شرع الله والعلم سلطان في المملكة زان السعد والفرح زان يا النمر من تجنن جنة وصيف ولا بحد السيف والرمح سيف يا الرافضة يا الرافضة يا أهل النفوس الضعايف يا الرافضة يا أهل النفوس الضعايف وأهل العقول الزايغة والسخايف شعاركم مذهب مزيف وزايف شعاركم مذهب مزيف وزايف شعاركم مذهب مزيف وزايف خابت مساعيكم وكل الطرق ياس حتى تجمعكم خيانة ورد الناس حتى تجمعكم خيانة ورد الناس والدين الإسلامي لنا ستر والباس والدين قايم والشياطين خراس نحمى حدود المملكة والوساطات والموعد اللي ترقبونه بدعيات موعد هدى ما هو بحب وغرامات وإن شاء الله ما نكسب ذنوب وزارات دخيلنا والجار في الصف الأول والضيف له قدر ومكانه وضيفه